المانيا طلعوا فوق. طب كابتن خليني ارجع لحضرتك في الحته دي بالتفصيل بس. معانا طبعا تليفون دكتور مراد عاصم طبعا رئيس جهاز الكاراتيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ منورنا والله. وكنا طبعا اكيد بضيوفي في الاستوديو الكابتن طبعا. انتم منورينا دايما ودايما بالنجاح والتوفيق. وكابتن اشرف بيمسح حضرتك وكابتن طارق طبعا، وبنشكركم على البطولات الجميله اللي طبعا منورانا في الاستوديو، ونتمنى طبعا مزيد من البطولات دي يا دكتور. ان شاء الله دايما. بس يا كابتن هيثم احنا متعودين على كده. حقيقي صحيح، ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي يعني الحقيقه مجهود تشكر عليه. دكتور كلمني عن مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي، كلمني على زي ما بيقولوا الشورت رينج واللونج رينج، كلمني على الفتره القريبه والفتره الطويله خاصه ان في اولمبيات 2020، كلمني عن مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي. طيب بص، احنا الكاراتيه في النادي الاهلي يعني متصدر لفتره من 10 15 سنه على الاقل. احنا طبعا ابتدينا المنظومه الجديده دي بقى لنا 25 سنه. ما لسه بيقول من 93 كابتن طارق بيقول لي 25 سنه احنا ابتدينا نبني وبنينا بنيان قاعدته قويه وكبيره، وقدرنا نحط نفسنا على الصداره لسنوات متتاليه. انت عندك مثلا فريق الشباب اللي كسبان اول امبارح ده، الفرقه دي بتكسب لخامس مره على التوالي ما شاء الله. ما لسه كابتن اشرف كان بيقول الحقيقه. فده كلام، ده كلام بالنسبه للعبه دي كلعبه غير اولمبيه. لكن النهارده الكاراتيه دخل بقى لعبه اولمبيه. ده نظام تاني خالص. معركه كبيره. هذا موضوع مختلف، انت عارف ده موضوع علمي. صحيح. ما هواش مجرد اجتهاد. الالعاب الاولمبيه عشان احنا نقدر نشارك فيها محتاجين عدد كبير من المشاركات الدوليه، لان في تصنيف عالمي. صحيح. والحقيقه احنا اتكلمنا مع اداره النادي الاهلي في هذا الموضوع، وقلنا ان احنا محتاجين ولادنا ولاد النادي الاهلي ولاد منتخب مصر يتصنفوا. صحيح. يتصنفوا لازم يشاركوا في عدد كبير من المسابقات. صحيح. والمشاركه في عدد المسابقات يعني فلوس. ومفيش اتحاد يقدر على الاقل من اتحادات الالعاب الشهيره اللي ما عندهاش ايرادات بالملايين دي، ما تقدرش تصرف على الكلام ده، مش ممكن. فمجلس اداره النادي الاهلي وعدني انه هيتم رعايه ولادنا المتفوقين بحيث ان يبقى عندهم فرصه المشاركات الدوليه اللي تضعهم على صداره التصنيف الدولي، والا مش هنقدر نشارك بيهم العاب اولمبيه. صحيح. واحنا الامل ان يبقى عندنا من ولاد النادي الاهلي حد مصنف متقدم في التصنيف علشان يشارك في اولمبياد 2020 باسم الكاراتيه اللي هتعمل اول مره. صحيح. لو النادي الاهلي قدر يدعم ولاده ويساعد الاتحاد والاتحاد يساعده ويحطوا ايديهم في ايدين بعض بحيث انه الولادنا دي تتصنف وتجيب ميداليه اولمبيه لمصر، احنا طبعا هنبقى يعني اقول لك ايه، احنا مفيش ميداليه اولمبيه دخلت النادي الاهلي قبل كده. دي الاولى لو ربنا رايد خير يا رب. بس خلي بالك دي مسؤوليه كبيره يا دكتور مراد، وزي ما قلنا يعني الحقيقه يا باشا دي مش مسؤوليه، ده حلم. ما خلي بالك الحلم مش هتحقق الا بمجهود، وانا بتوقع يعني انا متوقع الحقيقه ان شاء الله ان احنا يعني باذن الرحمن نحتفل يوم 2020 باول ميداليه اولمبيه جوه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. اتمنى هذا، وانا عارف ان مجلس اداره النادي الاهلي ينظر للامور الرياضيه بطريقه مختلفه، خاصه الميداليات الاولمبيه دي حاجه غاليه علينا كلنا، على مصر كلها. يبقى النادي الاهلي هو رائد دائما، فايه الغريب انه يبقى رائد في دي كمان. صحيح صحيح. انا متوقع انهم هيدعموا دعم كامل، وهم قالوا لي بس لسه الدراسه بقى والميزانيات وال اكيد يعني في لسه في شغل ان شاء الله. ان شاء الله دكتور مراد عاصم يعني الحقيقه مجهود تشكر عليه، ونتمنى التوفيق لحضرتك، ونتمنى ان شاء الله مزيد من البطولات. دكتور مراد عاصم البركه فيك وفي الناس اللي عندك دي، احنا بنقول لهم امشوا من هنا تعالوا هم تعبانين اكتر مننا بكتير. طبعا يا دكتور، وده دور حضرتك اكيد، بتحب طبعا تشتغلوا بروح الفريق. دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا بهذه المداخله. الحقيقه ارجع لحضرتك كابتن اشرف.